وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع أمثال القرآن الكريم ننعم النظر فيها، نقرأها، نتأملها، نعيش في ظلالها. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من العالمين الذين قال فيهم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طبتم وطاب سعيكم في طلب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. مثل عيسى عليه السلام عند الله تبارك وتعالى، هذا المثل نود أن نبين حقيقته وأن نشرحه شرحا يجلي حقيقة عيسى عليه السلام ويدحض ما قال النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام. لنبدأ بتلاوة هذا المثل الذي ورد في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولنبدأ بشرح المفردات. إن مثل عيسى عند الله، المثل هنا بمعنى الصفة أو الخلق، كمثل آدم، أي كما خلق الله عيسى عليه السلام بغير أب، فقد خلق آدم بغير أب بل ومن غير أم. وليس كمثل آدم في أن الله خلق عيسى من تراب. والمعنى: إن كنتم تعبدون عيسى، لأن الله عز وجل خلقه بغير أب لطلاقة قدرة المولى جل وعلا، فقد خلق الله عز وجل آدم من غير أب أيضا بل ومن غير أم. وليس المقصود المساواة بينهما في أن هذا خلق من تراب وهذا من تراب، لا، إنما المقصود في طلاقة القدرة. فإن كنت تعجب من طلاقة قدرة الله جل وعلا الذي خلق عيسى من غير أب، فالعجب أكثر من طلاقة قدرته جل وعلا من أنه خلق آدم من تراب ثم قاله كن فيكون. وقوله خلقه من تراب، أي ابتدأ خلقه من تراب، هذه أول مرحلة، ثم قال له كن فيكون، أي نفخ فيه من روحه جل وعلا فخلقه وسواه بيديه تبارك وتعالى على ما يليق بربنا جل وعلا، ثم قال له كن فكان، فقام يتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى. السياق الذي ورد فيه المثل هو سبب من أسباب النزول. وذاكم أيها الأحبة في الله أن وفد نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، وكان ذلك في العام التاسع من الهجرة. فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوه وحاوروه، فكان من بين ما قالوا: ما لك تشتم صاحبنا، أي عيسى عليه السلام؟ قال: وما أقول، أي في عيسى. قالوا: تقول إنه عبد. قال: أجل، أي نعم، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن
فيكون. فهذه الآية لها سبب في النزول، هي وما بعدها من الآيات، وهو السبب الذي ذكرته لكم. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية دليل على صحة القياس، والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير أب كآدم، لا على أنه خلق من تراب، فإن آدم خلق من تراب ولم يخلق عيسى من تراب، فكان بينهما فرق من هذه الجهة، ولكن شبه ما بينهما أنهما خلق من غير أب، ونزلت هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن عيسى عبد الله وكلمته، فقالوا أرنا عبدا خلقا من غير أب، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم آدم من كان أبوه، وهذا كلام يدحض كلامهم. لقد آتى الله النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الدامغة، قالوا أرنا عبدا خلق من غير أب، فقال صلى الله عليه وسلم آدم من كان أبوه، فبهتوا، فكان عليهم أن يؤمنوا. أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له أب، والمعنى قال فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، والمعنى لئن عبدتم عيسى لأنه ليس له أب فآدم أولى بالعبادة، وما عبده أحد، وما عبده أحد. وقول ربنا تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهذا من الأمثال التي علمها الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا المثل واضح ظاهر في حقيقة عيسى عليه السلام، وربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وتحدث في آيات كثيرة عن حقيقة عيسى عليه السلام، وتحدث في القرآن عن حقيقة عيسى عليه السلام بما يضحض قول النصارى فيه، ويضحض زعمهم أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النساء إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهنا يقف بعض النصارى ويقولون وروح منه، القرآن يثبت أنه جزء من الله، نقول كذبتم، وإنما منه تفيد التبعيض أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وليس من ذات الله عز وجل، وإلا فنحن نلقمكم هذا الحجر وهذه الحجة، وهي قول الله عز وجل في سورة الجاثية في قول ربنا تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل كل ما في السماوات وما في الأرض كل هذا جزء من الله عز وجل؟ فبهتوا، والكلام واضح، والله سبحانه وتعالى تحدث عن حقيقة عيسى عليه السلام في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لماذا جاءت هذه الجملة الاعتراضية في وسط هذا الكلام؟ أو الجملة الحالية، أي حالهما أنهما كانا يأكلان الطعام، فهما بشر، فالإله أو ابن الإله لا يمكن أن يأكل لأنه يحتاج إلى الطعام، وهذا ضعف، وإذا أكل أخرج، وهذا ضعف آخر، وإذا لم يأكل قد يموت. إذن كانا يأكلان الطعام، تضحد جميع شبه النصارى، تضحد جميع شبه النصارى، ولذلك قال انظر كيف نبين لهم الآيات أي البراهين والحجج الساطعة الدامغة ثم انظر أن يؤفكون، أن يصرفون. وهنا ينبغي أن نلفت النظر
من أن الكفار ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وذلك عندما أنزل الله عز وجل قوله في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وهنا يأتي ابن الزبعرة، وكان أحد المشركين، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنك تزعم أننا وآلهتنا في النار، وإنك لتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والنصارى عبدوا عيسى، فلئن كان عيسى ومن عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون مع عيسى في النار. هذا كلام تافه. وإنما الكلام أن إنكم وما تعبدون ممن رضي بعبادتكم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يضحض هذه الشبهة، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، بكسر الصاد، أي يصيحون ويضجون ويضحكون، يظنون أنهم جاءوا بالحجة وأنهم أفحموك. حاشا لله. وفي قراءة من القراءات يصدون بضم الصاد، أي يعرضون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، أي لئن كانت آلهتنا في النار فهو أيضا في النار، بنص الآية التي استشهدوا بها في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلا وإلا لإضاعة الوقت، بل هم قوم خصمون، أي جدلون. إن هو، وهذه الآية تبين حقيقة عيسى عليه السلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأنا أذكر لكم أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا أذكر لكم أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان والمهاجرين في الحبشة، وجاء عمرو بن العاص ورفيقه إلى النجاشي رضي الله عنه، وأرادوا أن يأخذوا هؤلاء وأن يعودوا بهم إلى قريش ولينكلوا بهم، فلما رفض النجاشي فقال: إنهم ليقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. وكان عمرو ممن آتاه الله الحجج، وممن آتاه الله عز وجل الذكاء والمكر، فقال: إنهم ليقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. والنجاشي كان يومئذ على دين النصرانية، فاستدعاهم فكربوا كربا شديدا، وقالوا: وما تقولون؟ قالوا: والله ما نقول إلا ما قاله الله عز وجل وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا أن يتكلم عنهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر رضي الله عنه. فلما جاءوا وأمر النجاشي الأساقفة والقساوسة أن يحضروا وأن ينشروا الإنجيل، قد يحتاجون إليه، وقال هذا السؤال للمهاجرين في الحبشة: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ وهنا يقف جعفر فتكلم كلاما من مشكات الوحي التي فهمها من عن الله عز وجل في القرآن، فضل القرآن وفضل فهم القرآن، وأيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم كلاما يخرج من مشكات النبوة، مما علمه الله عز وجل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول أنه نبي، إنما أقول إن هذا الكلام هو نور من الله عز وجل وفضل. فتكلم كلاما بليغا وقال من ضمن ما قال: والله ما نقول إلا ما علمنا الله عز وجل وما جاء في القرآن وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه سورة مريم إلى أن جاء إلى قصة عيسى كاملة. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وسقط دمعه على الأرض.
إنها الحقيقة. ونظر إلى الأرض فوجد عودا صغيرا فرفعه، كان عود صغير بين يديه، وقال لمن حضر من القساوسة وغيرهم، قال والله ما زاد وصف القرآن لعيسى عن وصف الإنجيل مقدار هذا العود. لكن الإنجيل أي إنجيل؟ إنه الإنجيل الحق الحقيقي، وهناك إنجيل يثبت بشرية عيسى وأنه عبد، لكنهم يخفونه ولا يظهرونه، إنما يركزون على الأناجيل الأربعة المحرفة. أيها الإخوة والأخوات، عندما نأتي الآن إلى صورة الممثل به، خلق آدم عليه السلام وطلاقة قدرة ربنا تبارك وتعالى في أن يخلق ما يشاء، صورة الممثل به هو خلق آدم عليه السلام وطلاقة القدرة لله عز وجل في أن يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. صورة الممثل له خلق عيسى عليه السلام من غير أب، وهنا لا تكون المماثلة 100%. يعني عيسى لا يشبه آدم في أن الله خلق عيسى من تراب كما خلق آدم، لا، وإنما المعنى إن طلاقة القدرة الإلهية، فالله يخلق ما يشاء، فكما خلق آدم من تراب بغير أب ولا أم، فقد خلق عيسى كما أخبركم من غير أب. فلئن عبدتم عيسى، وهو لا يستحق أن يعبد، فكان آدم من باب أولى، فإنكم كاذبون. الغرض من المثل بيان حقيقة عيسى عليه السلام بما لا يدع مجالا للشك في حقيقته. وأما تدبر المثل فإنك عليك أن تعيش مع هذا المثل لتوقن بقدرة ربنا تبارك وتعالى، وتحب عيسى عليه السلام وتظهر حقيقته لمن يجهل هذه الحقيقة، وتفهم عن الله عز وجل الأمثال، وأيضا تعرف تكريم الله عز وجل لأبي البشر آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل خلقه بيديه، وكل تكريم لآدم فهو تكريم لذريته ممن اتبع نور الوحي. وأما الفوائد فمن هذه الفوائد ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا، أي دعوى النصارى، وأظهر فسادا، ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من غير أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس، فهو آية من آيات طلاقة القدرة لربنا تبارك وتعالى. وأيضا في الآية دليل على مشروعية القياس، وهو القياس فرع على أصل لاشتراكهما في علة واحدة. يبقى القياس هو مصدر من مصادر التشريع الأربعة، يعني شبه مجمع عليه، ويمكن البعض رده كابن حزم وغيره، لكن هو عند جمهور العلماء متفق عليه. يبقى قياس فرع أو إلحاق فرع بأصل لجامع العلة بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم الجمع بينهما في علة واحدة أو اشتراكهما في علة واحدة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.